أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فهدى به بعد ضلاله وأنار به بعد عماء فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد عباد الله فنحمد الله سبحانه وتعالى على أن جعلنا ممن صام رمضان وقامه وهذه أول جمعة بعد رمضان وتقتضي منا أن نستشعر نعم الله سبحانه وتعالى وأن نواصل فعل الخيرات سواء ما كان منها واجبا أو ما كان منها تطوعا ومندوبا وسوف أركز اليوم إن شاء الله على أهمية النوافل والتطوع خصوصا فيما يتعلق بالصلاة والصيام وذلك لأنه كما في الأحاديث الصحيحة فإنها تعوض النقص الحاصل في الفريضة وتزيد درجة الإنسان لذلك جاء في الحديث الصحيح الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه هذه واحدة أهم شيء وأفضل شيء نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو ما أوجبه علينا ولذلك في حديث الصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ذائر الرأس كأن رأسه زبيبة قال يا رسول الله ماذا أوجب الله علي من الصلاة قال خمس صلوات في اليوم قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال وماذا أوجب الله علي من الصوم قال صوم شهر رمضان قال وهل علي غيره قال لا إلا أن تطوع أو كما قال فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم هناك ثلاث روايات شهيرة لقد ملأ يديه بالخير أو من الخير وفي الرواية الثانية أفلح إن صدق وفي الرواية الثالثة دخل الجنة إن صدق أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ومسلم أهم ما يتطوع به ما يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى هو ما فرضه عليه الصلاة الواجبة الحج الواجب الزكاة الواجبة ما أوجب الله عليه من نفقة الأهل والعيال والأقارب هذا هو أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ثم بعد ذلك ماذا يحدث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأوعدنه وفي رواية ولئن استعاذ بي لأوعدنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة هو الصلاة هذا فيما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى في العلاقة بين العبد وربه وثمة حديث آخر صحيح وهو أن أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة هو الدماء وذلك في حقوق العباد ولا تعارض بينهما لكن في الحديث الصحيح كذلك أن الله سبحانه وتعالى وهو أعلم يقول لملائكته عند الحساب انظروا هل لعبدي من صلاة كاملة وكما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه وهو أعلم
فإن كانت كاملة فهو بخير، وإلا يقولهم انظروا هل لعبدي من تطوع، انظروا هل لعبدي من تطوع. فهذا التطوع يجبر النقص الحاصل في أداء الصلوات الواجبة، ويجب على الإنسان بل ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك في كل خير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان أنه قال، والحديث في الصحيح مسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في اليوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة على صيغة المجهول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا حديث في الصحيح مسلم من حديث أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. وقد جاء في صحيح في سنن الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حددها فقالت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ثابر أي داوم على هذه الصلوات، من ثابر على 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر، أو كما قالت عائشة فيما ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بغير صلاة الضحى، وردت أحاديث أخرى في صلاة الضحى إن شاء الله سنذكرها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث أخرى سواء بالقول أو بالفعل في صلاة النافلة. ورد عنه أنه كان يصلي بعد الزوال أربع ركعات كما في سنن أبي داود، وقال إنه تفتح لهن أبواب السماء، أربع ركعات بعد الزوال تفتح لهن السماء فيدعو الإنسان بما شاء. ثم كذلك ورد عنه أربع ركعات بعدها، وورد عنه في السنن عند أصحاب السنن إلا عند الترمذي أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. ثم في حديث أنس أنه قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، قال في الثالثة لمن شاء. وقد جاء في صحيح مسلم كذلك من حديث أنس أن الصحابة كانوا يصلونها حتى يغن الداخل وأن الصلاة قد أقيمت. وفي رواية أخرى سئل: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراكم؟ قال: نعم كان يرانا ولا يأمرنا ولا ينهانا. هذا طبعا في ظاهر الحديث، وقد جاء الأمر في الحديث الآخر. هذا كله دليل على الخير. ثم كذلك بعد صلاة العشاء ركعتان، ثم بعد ذلك قيام الليل الذي هو أفضل الصلاة، أفضل الصلاة بعد المكتوبة هي صلاة الليل، وهذه الصلاة هي داب الصالحين من قبلنا، وهي أفضل وقت، لأن ساعات الليل كما قال الله سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل، أي ساعاته، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أشد مواطأة للقلب أن يعتبر وأن يتفهم وأن يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدمه، وقد صح عنه أنه قال في طريقة قيام الليل: إن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وسنعود لهذا إن شاء الله الحديث فيما يتعلق بصيام التطوع. وأفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. باختصار كان يصل، لو سردنا أن الليل كان 12 ركعة فإنه كان ينام 8 ساعات، إذا كان 12 ساعة ينام 8 ساعات ويقوم الليل 4 ساعات. ومن يستطيع أن يفعل ذلك منا اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إن في الجنة لغرفة. عباد الله تقدموا جزاكم الله خيرا، please move forward if you can، جزاكم الله خيرا. إن في الجنة لغرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد مدح الذين يقومون في الليل ويصومونه بعدما ينامون، قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. توقعوا نتيجتهم وجزاءهم عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، مما يبهج النفس ويريحها ويعطيها السعادة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لأنهم كانوا يفعلون ذلك ابتغاء مرضات الله، يقومون من النوم وهم يحبونه، يفعلون ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. والتجافي لا يكون إلا بعد النوم. أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل،
وأفضل طريقة لها صلاة داود عليه الصلاة والسلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. ثم بعد ذلك هناك الوتر الذي وصله بعض العلماء كالحنفية إلى أنه واجب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، حديث علي رواه الإمام علي وهو في السنن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كما في حديث عائشة 11 ركعة يختمهن بالوتر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة يوتر أول الليل ويوتر وسطه ويوتر آخره، وكان آخر وقت يفعله في وقت السحور، وهو الوقت الذي يأخذ في لسان السحورة وقبل صلاة الصبح بقليل. المهم، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بعدة أشياء، منها أن يصوم 3 أيام من كل شهر، ومنها ألا ينام قبل أن يوتر، ألا ينام قبل أن يوتر. الأفضل للإنسان إذا علم أنه سيستيقظ أن يجعل آخر صلاته من الليل وترا، كما في الحديث الصحيح: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. لكن إذا غلب عليه أنه لن يستيقظ، فإن الأفضل له أن يفعله قبل نومه. فإذا استيقظ صلى ما شاء من النوافل، لكن شفعا ركعتان ركعتان ركعتان، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة، هذا طبعا إذا لم يكن قد أوتر قبل ذلك. ثم ركعتا الفجر، هاتان الركعتان من أفضل الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحافظ على سنة ولا على نافلة أكثر مما حافظ عليها. كان في السفر لا يصلي إلا هذه السنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية: أحب إلي من الدنيا جميعا. وقد قال للصحابة ألا يتركوها ولو طاردتهم الخيل، لا تتركوها ولو طاردتكم الخيل. وقد ثبت عنه كذلك أنه حينما جاءه بلال ليوقظه إلى الصلاة، فشغلت عائشة بلالا رضي الله عنه، فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، أي صار النهار واضحا، فقال له فصلى النبي صلى الله عليه وسلم هاتان الركعتان، وقال له: لقد أصبحت. قال: حتى لو أصبحت لأجملتهما ولصليتهما، وكما قال صلى الله عليه وسلم: هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يصليهما يضجع على شقه الأيمن، يضجع على شقه الأيمن، وهذه سنة غائبة قل ما نراها في المساجد اليوم، على الأقل أن نفعلها في بيوتنا، أو إذا صلينا صلاة ركعتي الفجر أن يضجع أحدنا قليلا على يمينه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة لفعله صلى الله عليه وسلم. هذا كله يا عباد الله إنما هو من أجل أن نقترب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: واسجد واقترب. والسجود هو أفضل مكان للدعاء، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني نهيت أن أقرأ القرآن في الركوع أو السجود، أو إني نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد. أما الركوع فعظموا فيه الرب، قلوا سبحان الله، سبحان ربي العظيم، سبوح وقدوس رب الملائكة والروح، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي يستجاب لكم، قمن معناها جدير وحقيق أن يستجاب لكم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظروا معي إلى هذا الرجل بن مالك الأسلمي، جاء مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لكل منهم حاجة، فقضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو، فقال له: ما حاجتك؟ قال: أريد أن تناجيني، أي أريد أن أخلو معك وأتحدث معك سرا على جانب. فذهب معه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما حاجتك؟ قال: أريد أن أكون رفيقك في الجنة. سبحان الله، ربيعة بن مالك الأسلمي، أريد أن أكون رفيقك في الجنة. سبحان الله، رأي من يريد مالا ولا جاها ولا وظيفة ولا أن يولى على الزكاة أو الصلاة أو أي شيء أو أقاليم من أقاليم المسلمين، لا، قال: أريد مرافقتك في الجنة. سبحان الله العظيم، ولو الهمة. فقال: أو غير ذاك؟ هل تريد شيئا غير ذلك؟ يريد أن يتأكد من صدق عزيمته وطلبه. قال: هو ذاك. ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث أصله في مسلم، وقد وردت القصة مطولة في مسند الإمام أحمد. ربيعة بن مالك الأسلمي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، فيقول له: أو غير ذلك؟ فيقول: هو ذاك. فيقول له: إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي رواية زيادة عند أحمد من حديث ثوبان: فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. وفي رواية أخرى: وحط عنك بها خطيئة. سبحان الله، كل سجدة يرفع الله سبحانه وتعالى بها الإنسان درجة، في الجنة يرفع بها درجة، في الدنيا يجعله أكثر قربا من الله سبحانه وتعالى. إذن كذلك بالنسبة، هذا بالنسبة للسنن المقيدة أو السنن المحددة. هناك سنن عامة لا تحدد بزمان ولا بمكان محدد، لكن إما أن تكون لها أسباب أو أن تكون مفتوحة. مثال ذلك: ركعتان بعد كل وضوء،
إذا لم يكن الوقت وقت كراهة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبلال: إني سمعت دفا عليك في الجنة، أي سمعت صوتا عليك في الجنة، فأخبرني بأرجى عمل عملته، أفضل عمل عملته. فقال له: ما توضأت وضوءا إلا صليت به ما شاء الله لي. عباد الله جزاكم الله خيرا، تقدموا قليلا جزاكم الله خيرا، بليز موف فورورد، جزاكم الله خيرا. فحديث بلال وكذلك حديث مالك بن ربيعة الأسلمي أنه كان دائما على وضوء، فإذا نزل من راحلته صلى ما شاء الله له ويصلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته. وكذلك في حديث عثمان في البخاري ومسلم حينما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعد ذلك: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال العلماء بأنه إذا بدأهما وبدأ الشيطان يخالجه ثم انتهى عن ذلك فإنه يكون حينئذ كأنه لم يخالج شيء، كأنه لم يحدث فيهما نفسه، لأن ذلك أمر عارض وقد توقف. وبالمناسبة هناك ورد حديثان عن الشيطان: شيطان الوضوء وشيطان الصلاة. شيطان الوضوء اسمه الولهان، الولهان شيطان الوضوء، وشيطان الصلاة خنزب، فيستعيذ الإنسان منهما بالله سبحانه وتعالى منهما. المهم ثم كذلك تحية المسجد، ثم كذلك بين كل أذانين صلاة، بين الأذان والإقامة هناك صلاة مشروعة دائما إلا في أوقات الكراهة، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فحين إن تكون كراهة. وتحرم الصلاة حينما تطلع الشمس أو تغرب، لأنها تطلع على قرن الشيطان أو تغرب كذلك، وثمة من يعبدها، وهذا يحرم، ولهذا يحرم علينا أن نعبد الله في هذه الأوقات في هذين الوقتين إلا من كان يصلي فرضا يقضيه. إذا كان الإنسان نائما واستيقظ فإنه يجوز له أن يصلي متى كان قادر على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سبحانه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. برادر بليز مفروض، جزاكم الله خيرا. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإن الله تعالى يقول: وأقيم الصلاة لذكري، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المهم هذا بما يتعلق بالسنن وبالرواتب، بما يتعلق بالصلاة صلاة التطوع. والأفضل للإنسان أن يصليها في بيته، فإن أفضل صلاة الإنسان في بيته إلى المكتوبة كما في الصحيح. ويسأل الإنسان الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يجعل كل عمله خالصا لوجهه، لأن الإنسان إذا كان يفعل عملا لله سبحانه وتعالى ولو قليلا يرجى أن يتقبله الله، إنما يتقبل الله من المتقين. أنا أغنى الشركاء عن الشرك كما جاء في الحديث الصحيح القدسي، حديث القدسي: فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا كان الإنسان يعمل عملا ولو قليلا فهو خير له من عمل كثير يرائي به الناس، يفعله أمام الناس. أو إذا كان في الصباح يقول: البارحة كنت أصلي فرأيت طائرة في السماء، كنت أصلي الساعة الثالثة. لماذا يا أخي تفضح نفسك؟ ولماذا هذا هو السمعة، يفعل الإنسان عمل سرا ثم يفشيه بعد ذلك. كنت البارحة أصلي فرأيت نجما ساطعا، هل رأيتمه؟ يريد أن يقول الناس بأنه يصلي، فهذا لا إجر له والعياذ بالله. فينبغي الإنسان أن لا يحبط عمله وأن يجعل كل عمل يفعله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، حتى يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى يكون من المؤمنين الذين يفعلون ما أراده الله سبحانه وتعالى ويستجيبون لنداء الله سبحانه وتعالى. وفعل هذه الصلوات مفيد للإنسان، يقربه من الله سبحانه وتعالى ويطرد عنه الشيطان، وكذلك سبب لصحته البدنية والنفسية. فقد ثبتت في دراسات كثيرة أن فعل الصلاة يقي أو يقلل من أمراض الروماتيزم، وهذا طبعا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. كذلك يكون الإنسان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى قربا معنويا في سجوده، فيسأل الله صلاح الدنيا وصلاح الآخرة والمغفرة، ولعل الله سبحانه وتعالى يستجيب له. عباد الله، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عباد الله، وكما شرع الله سبحانه وتعالى صلوات غير مكتوبة هي صلاة النافلة، شرع سبحانه وتعالى كذلك صيام غير واجب وهو صيام النفل والتطوع. وهذا الصيام يختلف منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد. مطلق يفعله الإنسان في كل وقت إلا في أوقات الكراهة، وأوقات الكراهة معلومة أشير لها إجمالا، وهي صوم يوم الجمعة وحده أو صوم يوم السبت وحده، هذا باتفاق، إلا يوما قبله ويوما بعده كما في حديث جويرية رضي الله عنها، وكذلك صيام يوم الأحد عند الحنابلة والشافعية، وكذلك صوم يوم عرفة للحاج إذا كان يضعفه عن أداء الواجبات، وكذلك صيام الإنسان في السفر إذا كان سوف يؤدي إلى مرض أو إلى تأخير برؤ أو إلى إجهاده
هذه من الأيام المكروهة، لكن غير ذلك إما محدد وسأذكر إن شاء الله تعالى أهمه، وإما عام. أما المحدد فنحن الآن في شوال، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وذلك لأن رمضان كما في صحيح في سنة مسائي رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بستين يوم بشهرين، فهذا كأنه صيام الدهر. فهذه الستة ينبغي لنا أن نصومها الآن، نبادر إلى صيامها سواء بشكل متواصل أو بشكل منفرد، يوم يومان ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أقل أو أكثر، نفعله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن نفعلها في أقرب وقت، حتى وإن كان ذلك ليس شرطا ولا واجبا، لكن حتى لا يعترنا مرض أو سفر أو نتأخر فتبقى أربعة أيام فقط من الشهر. فلو صمنا الأربعة أيام كلها فلن نكون قد صمنا ستة أيام. وقد حدث لي ذلك العام الماضي، كنت في البادية ومع بعض الإخوة في حفلات زواج، وبعد ذلك جئت للمدينة ولم أستطع أن أصومها. هذه حقا ليس في الإنسان، لا يوفق الله سبحانه وتعالى، صلى الله عليه أن يغفر لنا. فينبغي الإنسان أن يبادرها وأن يصوم هذه الأيام ما استطاع إلى ذلك في أقرب وقت، لأنه لا يدري متى يموت، فينبغي أن نفعل ذلك. ثم بعد ذلك في الأشهر الحرم أفضل الصوم يكون في الأشهر الحرم، وأفضلها في شهر الله المحرم الذي فيه تاسعاء وعاشوراء. وقد جاء في بعض السنن أنه هذا الشهر نجى الله فيه أقواما ويتوب فيه على آخرين. وعند العلماء أن أفضل الأشهر كما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم هو شهر الله المحرم، وقد جاء في الحديث الآخر: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وإن كان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه كان لا يصوم شهرا أكثر من صيامه شعبان، فكان يصوم أكثر أيام شعبان. وقد سئل عن ذلك كما في حديث الحب بن الحب أسامة بن زيد، قاله: يا رسول الله ما رأيتك في شهر تصوم أكثر من صيامك في شعبان. قال له: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال لرب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكما قال صلى الله عليه وسلم. وقد جمع النووي رحمه الله تعالى بين طول صوم النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان وأنه ليس الأفضل مع صوم شهر الله المحرم، أو أنه الأفضل بعدة أوجه. قال: إما أنه علم بذلك في آخره فتكون أفضلية شعبان منسوخة، والثابت التالي الباقي هو أن صوم المحرم أولى، وأنه كان دائما مسافرا في شهر الله المحرم فلا يجد وقت يصوم فيه إلا في شعبان. المهم ثم بعد ذلك الخميس والاثنين، ترفع الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس في صحيح مسلم، زاد الترمذي: فأحب أن يرفع عملي وأنا الصائم. ثم كذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهي الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بأن يصومها، وقد جاء كذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنه قال: لا أصوم من النهار ولا أفطر ولا أقوم من الليل ولا أنام. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقاله: أنت الذي قلت كذا؟ قال: نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: أنا الذي قلت ذلك. قاله: صم يوما وافطر يوما. قال: لا. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: لا تستطيع أن تطيق. فأفضل الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ثم صلي ونم. وأفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. وكما قال صلى الله عليه وسلم حينما كبر لم يستطع أن يؤدي ذلك، قال: ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه التزم بذلك وقال بأنه سوف يفعلها ما دام حيا. المهم ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر كما في الحديث الآخر، لأنها ثلاثة أيام وكل يوم بعشرة أيام، هذا عبارة عن ثلاثين يوما في الشهر. ثم بعد ذلك يوم عرفة، طبعا هو أفضل أيام السنة كلها بالنسبة للصوم بالنسبة لغير المعتمر أو الحاج، يكفر السنة الماضية واللاحقة. ثم ينبغي الإنسان إذا كان في يوم قد أحدث الله له فيه نعمة أن يصوم ذلك. ودليل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وفيه أحي إلي. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، وكذلك الإنسان ينبغي له إذا أعطاه الله نعمة، كان ينتغر ولدا فأعطاه ولدا، كان ينتغر شيئا من أمور الدنيا فأعطاه الله إياه، أن يحمد الله على ذلك فيصوم ذلك اليوم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن من أيام الكراهة، السبت وحده أو الجمعة وحده، ثم الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يكون عونا لأهله وأقاربه على فعل الخيرات، لأن العبادة لا تنقطع برمضان، العبادة مستمرة دائما. والله سبحانه وتعالى كما ذكر العلماء يعلم حالنا، بعضنا يشتغل في الليل وينام النهار، بعضنا ينام في النهار ولا يستطيع صلاة الليل. لكن إذا صليت 12 ركعة من الضحى، كنت تشتغل في النهار وصليت 12 ركعة لك لديك وقت فلك خير. إذا لم تستطع فعلها بالليل نصف ساعة في البيت، إذا لم تستطع حافظ عليها الصلوات الأخرى ركعتان قبل الظهر، أربع ركعات قبل الظهر وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان الفجر، لكل إنسان منا ما يناسبه.
على الأقل الله سبحانه وتعالى شرع هذه الخيرات. لا تستطيع الصلاة فافعل الصيام، لا تستطيع الصيام لأنه ضفك عن الصلاة كما شاء معاذ أنه قال أنا لا أحب أن أصوم الصيام التطوع لأنه يشغلني ويضعفني عن الصلاة وأنا أحب الصلاة. إذا كنت لا تستطيع أن تصوم أو لديك أسباب أخرى، طبعا من باب أولى إذا كانت أسباب صحية لا ينبغي الإنسان يتعب نفسه وأن يفعل ما فيه ضرر له، كأصحاب السكري إذا كان لهم درجة لا بد أن يشربوا دائما مثلا، أو من له حاجة معينة بشرب دواء أو استخدام شيء، هذا طبعا لا ينبغي له، يحرم عليه إذا كان يؤدي إلى ضرر. المهم أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذه الأمور وينبغي لنا أن نستخدمها بحسب ما نستطيع. إذا عملناها ليلا ونهارا بحسب طاقتنا فنكون حينئذ قد ضاعفنا الحسنات، نسأل الله أن يتقبل منا. إذا كنا لا نستطيع نفعل ما نستطيعه منها سواء كان في النهار أو في الليل بعد الظهر بعد العصر قبل ذلك أو بعده، حتى نكون إن شاء الله تعالى من أهل الخير في الدنيا والآخرة. إذا كنا من أهل الخير تزداد درجاتنا، إذا كانت لنا نواقص في واجباتنا تعوضها هذه الأشياء تماما كما في بالنسبة للإنسان في حسابات التوفير وحساب الحساب الجاري. حساب التوفير طبعا أتحدث هنا عن الحساب الذي يضعه الإنسان دون أن يجد عليه فائدة، طبعا هذا مجرد مثال نغري ليس بوكي، لأن الربا حرام لا يجوز الإنسان يأخذ مالا عليه. المهم إذا احتاج إلى مال فيأخذ من المدخر، فكذلك بالنسبة للصلاة إذا احتجت إلى شيء منها كانت لدينا أعمال ناقصة تعوض من هذه الصلوات من النوافل، تماما مثل العجلة الاحتياطية إذا ضاعت أو تلفت واحدة من العجلات نتوقف ونزعها ونضع العجلة الأخرى الاحتياطية، وحينئذ إن شاء الله نواصل مسيرنا. وقد قال أحد علمائنا رحمهم الله سبحانه وتعالى، نسأل الله تعالى أن يوفقهم، لا زالوا حيا والدعاء الحي بالرحمة مطلوب لا حرج فيه ولا شيء إن شاء الله، قال تشمر فأمر الغي في أمرنا إمرو، أي شديد أو عجيب، تشمر فأمر الغي في أمرنا إمرو فلم يجتنب نهي ولم يمتثل أمر، ودينك جمر في الزمان الذي ترى فصبرا على كف بها يقبض الجمر، فصابر ونابذ كل من حكم الهوى وخذ غمرات الهول إنك للعمر، وإن هاب قول الحق زيد فلا تهب ولا تعصي أمر الله إن يعصه عمر، وإن وافق الحق الهوى منك فاجمعا إلى التمر زبدا حبذ التمر والزبد، وقم في الدجال الله وقرأ كتابه على سمرات الجزع إن رقد السمر. الخلاصة فهذا لعمري منهج الفوز إن يطل بك العمر وهو الحزم إن نقص العمر، فهذا لعمري منهج الفوز إن يطل بك العمر وهو الحزم إن نقص العمر. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتهجدنا يا رب العالمين، اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم اجعلنا من اعتقته في رمضان يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من اعتقته وتقبلت صيامه في رمضان، اللهم اغفر لآبائنا وامهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وامهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وامهاتنا، اللهم اكرمهم احياء وامواتا، اللهم اكرمهم احياء وامواتا، اللهم اكرمهم احياء وامواتا، اللهم اغفر لأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين يا رب العالمين، اغفر لجيراننا وأساتذتنا ومشايخنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لمن أحببناه فيك ولمن أحبنا فيك ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أوصيناه بالدعاء يا رب العالمين، اللهم فرج عن إخواننا في الصومال وإخواننا في سوريا واليمن وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوال عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعده على الأمة الإسلامية وهي ترفل في ثوب العز والمنعة والتمكين يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا وأن نخشى فجورا وأن يكون أحد منا بك مغرورا، اللهم اشف كل مريض وعافي كل مفتر يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وفرج كروبنا وكروب المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين وارحمنا إذا صرنا مثلهم، اللهم وفق هذه الجماعة لبناء مسجد تعبد فيه ويعظم فيه اسمك ويدعى فيه إلى توحيدك يا رب العالمين، اللهم بارك لهم في أعمارهم ووسع لهم في أرزاقهم يا رب العالمين، من صلى فيه وتطوع فيه وساهم فيه يا رب العالمين، اللهم اغفر لجميع المسلمين وأصلح أحوال المسلمين، اهد النساء المسلمات واجعلهن مؤمنات محجبات، اللهم وفقنا لصيام التطوع ولصلاة التطوع ولفعل الخيرات يا رب العالمين، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت فتنة فتولنا إليك غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالسعادة أجرنا يا رب العالمين. عباد الله أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروه يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وأقيم الصلاة.